رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبة وتفاوض مع الولايات المتحدة التي وصفها بمحور الاستكبار العالمي، واعتبرها مضرا، التفاوض مضرا وبلا نتيجة مع واشنطن، وأضاف أن استراتيجية إيران تعمل على طردها من المنطقة. مجلس النواب بدورته 11 يعتبر المفاوضات مع الولايات المتحدة كمحور للغطرسة العالمية غير مثمر وضار جدا. واستراتيجيتنا في التعامل مع أمريكا الإرهابية هي استكمال سلسلة الانتقام لدم الشهيد سليماني، كما أن العمل الذي بدأ بالهجوم على قاعدة عين الأسد كسر هيبة أمريكا وسينتهي بطردها من المنطقة. نقرأ في هذه التصريحات الإيرانية مع مراسلنا من طهران ياسر مسعود. ياسر، ماذا وراء هذه التصريحات الإيرانية الجديدة، وهل هي تفتح الباب ربما لتصعيد جديد من طرف طهران؟ جمال، بداية إذا ما عدنا إلى التصريحات الإيرانية عموما، يعني منظومة النظام الإيراني هي في بذات اللهجة، خاصة في المرحلة الحالية من التصعيد ما بين طهران وواشنطن، هذا من جانب. وأيضا على اعتبار أن يعني ما تقوله طهران أن هناك تصعيد أمريكي، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الإعفاءات بشأن التعاون حول ملفها النووي بالتحديد مع شركات روسية وصينية يضاف لها أيضا أوروبية، هذا من جانب. الآن الموقف الإيراني برمته، حتى الحكومة الإيرانية هي ربما لا تفكر بأي تفاوض مع واشنطن، وهذا ما قاله الرئيس الإيراني لأكثر من مرة وفي أكثر من خطاب، على اعتبار لا توجد هناك مشتركات ما بين طهران وواشنطن، هذا من جانب. أيضا يضاف إلى هذا الكلام هو إذا ما عدنا إلى سجل محمد باقر قاليباف، هو رجل عسكري تسلم مناصب عدة في الحرس الثوري وفي المنظومة الأمنية الإيرانية، بالتالي ربما يعني من الطبيعي أن تكون كلمته الافتتاحية بعيدة عن الدبلوماسية، قريبة إلى المقاومة. اتخذت النهج الذي تحدث به عن أن البرلمان الإيراني سيخطو على ما خطاه قاسم سليماني. أيضا يضاف إلى ذلك أن هذا البرلمان واضح جدا من أنه برلمان أصولي من حيث يعني انتخاب النواب البرلمان فيه واكتساحهم لهذا البرلمان، وبالتالي خارطة شكل البرلمان بدت واضحة من خلال تصريحات الرئيس اليوم. ياسر مسعود من طهران، شكرا لك.